في إحدى القرى القديمة كانت هناك أسطورة حول قصر ضخم يعرف بقصر الحكايات المنسية. هذا القصر مهجور منذ قرون، ويقال إنه لا يسكنه إلا أرواح شريرة وأطياف من الماضي البعيد. تلك الأطياف كانت في الأصل أرواحاً لأشخاص قتلوا في ظروف غامضة داخل القصر. وبالرغم من تحذيرات سكان القرية، كانت الشابة مريم تملك شغفاً لا يقاوم للبحث عن القصص التاريخية والأسرار المخفية، مما جعلها تتخذ قراراً جريئاً لاستكشاف القصر واكتشاف ما يخفيه. تقف مريم أمام القصر وملامح الفضول والخوف تتداخل على وجهها. الهواء بارد على غير العادة، وتحيط بالمكان أشجار ضخمة تبدو وكأنها تراقبها. السماء غائمة رغم أنه يوم صيفي. تأخذ مريم نفساً عميقاً وتتقدم نحو البوابة العتيقة. بمجرد لمسها الباب تسمع صوتاً أشبه بالتنهيدات يهمس في أذنيها، لكنها تظنه مجرد خيال. بداخل القصر تجد مريم نفسها في ممر طويل مضاء بأضواء خافتة غير طبيعية. أصداء خطواتها ترتد بين الجدران المتهالكة، لكنها تسمع أيضاً خطوات أخرى خفيفة خلفها. تتوقف عن السير وتلتفت، لكنها لا تجد أحداً. الشك يتسلل إلى قلبها، لكن الفضول يقودها للمضي قدماً. في أحد الغرف تلمح طيفاً باهتاً لشخصية نسائية ترتدي فستاناً قديماً. تقف تلك الشخصية في الزاوية، لا تظهر ملامحها بوضوح، لكن مريم تشعر بنظرات باردة تخترقها. تبدأ الشخصية في التحرك ببطء نحوها وتتمتم بكلمات غامضة. هنا تشعر مريم بقشعريرة تسري في جسدها وتبدأ في التفكير بالهرب، لكن قدميها لا تتحركان. تكمل مريم استكشافها وتصل إلى غرفة مغلقة بإحكام. تلاحظ وجود رسوم ونقوش على الباب تبدو كرموز تحذيرية. تفتح الباب لتجد غرفة مليئة بالكتب القديمة والمخطوطات التي تبدو قديمة جدا. تعثر على كتاب كبير وملفوف بقماش متهالك. تفتح الكتاب لتجد أنه يحتوي على قصص رعب حقيقية تتحدث عن أناس دخلوا هذا القصر ولم يخرجوا أبدا. تقرر مريم أن تغادر القصر بعد أن شعرت بوجود شيء غريب حولها، لكن بينما تتوجه نحو البوابة الرئيسية تجدها مغلقة بإحكام وكأنها لم تكن مفتوحة من قبل. تسمع صوتا هامسا يقول: لقد أصبحت جزءا من القصر الآن. تنطفئ الأنوار فجأة ويغرق المكان في الظلام. بعد أن غرقت في الظلام بدأت مريم تسمع أصوات همسات قادمة من جميع الجهات. شعرت برعشة تسري في جسدها، وفجأة اشتعلت شمعة صغيرة في زاوية الغرفة لتكشف عن وجوه باهتة مرسومة على الجدران. وجوه لأشخاص بدت وكأنهم محبوسون داخل القصر، كأن أرواحهم مخلدة بين تلك الجدران. بدأت مريم تسمع أصواتهم بوضوح، تحاول تهدئتها وتحذرها في نفس الوقت. واحدة من الأرواح تحدثت بنبرة يائسة: هذا ليس مجرد قصر، إنه سجن للأرواح الضائعة. لقد جئت تبحثين عن الحكايات المنسية، وها أنت تصبحين جزءا منها. حاولت مريم أن تتمالك نفسها وتستجمع شجاعتها، وبدأت تسأل الروح: ما الذي يجب أن أفعله لأخرج من هنا؟ ردت الروح ببطء: النجاة من هنا تتطلب ثمنا. عليك اختيار أحد الأسرار المظلمة التي تخفيها الكتب القديمة في الغرفة وقراءته بصوت عال ليخلد سر آخر مكانك. تسارعت دقات قلب مريم، فهي تعلم أن هذا القصر مليء بالأسرار المظلمة والقصص التي لم يتجرأ أحد على قولها. تذكرت الكتاب الذي فتحته في الغرفة السرية وقررت أن أعود إليه. فتحت الكتاب مجددا وبدأت تقلب صفحاته لتجد قصة بعنوان لعنة من يدرك السر الأخير. بدت القصة وكأنها تتحدث عن نفسها، عن شخص أتى إلى القصر واكتشف أسراره المخفية وأجبر على التضحية ليبقى القصر مأسورا بأرواح جديدة. فكرت مريم قليلا، هل تجرؤ على قراءة القصة أم تبقى محاصرة إلى الأبد؟ في النهاية قررت مريم أن تتحدى المجهول. أمسكت الكتاب وأغمضت عينيها وبدأت تقرأ بصوت عال. مع كل كلمة كانت تنطق بها كانت تشعر بأن شيئا ما يسحب من روحها، كأن الكلمات تسحبها نحو عالم آخر. عند نهاية القصة فتحت عينيها لترى أن الغرفة قد اختفت وأنها واقفة خارج القصر. تتنفس بعمق، مريم تنجو أخيرا، أو هكذا تعتقد. حين عادت إلى قريتها شعرت أنها محاطة بشيء غريب. كلما نظرت إلى المرآة لاحظت ظلا باهتا خلفها يهمس لها بعبارات غامضة، وكأن شيئا قد تبعها من القصر، أو ربما أصبحت هي الآن جزءا منه تحمل السر الأخير وتعيشه إلى الأبد.